الشعب العربي ممتن ممتن بكافة القوى والمواقف الدولية الداعمة، وما زال يصر على أن فرض الواقع على الأرض لا يغير شيئا من الوضعية القانونية أو التاريخية أو الدينية للقدس الشرقية، مرسيها أرضا محتلة وواحدة من قضايا الحل النهائي. إننا لم نتخلى عن السلام خيارا استراتيجيا، ولكن السلام الذي ننشده هو ذلك الذي يلتزم بمرجعيات